عن مشادة بين مواطن واحد أفراد وزارة الداخلية. خلال 10 دقائق القادمة راح يكون هناك لقاء مع هذا المواطن، راح يتكلم عن مشكلته باختصار، ومنا إلى معالي وزير الداخلية وكل الشرفاء في وزارة الداخلية في التحقيق في هذا الموضوع من أجل الصالح العام فقط. سووا تحقيق وحققوا في الموضوع حتى نعرف الحقيقة. أعزائي المشاهدين، شوفوا هذا التقرير وأرجع مع المواطن الكويتي الأستاذ علي المطيري. شو اسمك انت؟ انت ولد حمول ما بين ضرك طالعني تضرني شاجر قاعد اكلمك عدل صح؟ انت عطيتني ظهرك صح؟ ايه شاهد اخوك العسكري شاهد صح؟ عندي بيت. شوف لحظه، ايه عندي بيتك دوريه هذه مو يلا زحفه قاعد اكلمك انت. شوف يا ولد، يا امرك تعال عطني امرك، هذه امرك انت مدمن من خيال قبل ما تصير ضابط. مو ما تبي تعطيني اثباتك صح؟ تعطيك اثباتك على شنو؟ لا تطلب شيء، والله تطلب اطلب، مو ابي اشوف امره. يمكن عطني امرك يا ولد، لا ابتلي بشرك، توكل على الله. اشوف امرك، ابي اشوف امرك، توكل على الله. وانت مدمن من خيال قبل ما تصير ضابط، لا تدز، لا تمد علي، بشوف امرك، بشوف امرك. لو سمحت يا مسلم لا تخليني اضرب. لو سمحت شو اضرب؟ الحين انا قاعد اكلمك، بعطيك اثباتي بس. لو سمحت عطني امرك، انت قلت عندي امر. احنا مقفر وجايين على انت عندك امر؟ انت جيت ويا زوجتي، انت جيت ويا زوجتي، انت وجيت على عيني وراسي وراح ترمي صح؟ انت دوريه جايه، سيارتها وين جايت وياها؟ جايت بتشيل اغراضها؟ انا شيل اغراضي، انت شيل اغراضي، احنا جاي شيل، احنا شكوى يا ولد. ابي الامر، انا جايين ابي الامر، وينه؟ انا مجرد انت قلت ابي الامر، ارفع ايدك، ابي الامر، تكلم عدل، انت مسكين، تكلم عدل، ابي الامر، ابي الامر، توكل على الله، روح توكل على الله، روح روح، لا تزيدك عليه، عيب عليه. شوف شوف شوف، والله ضري، والله بك حق تاخذه، والله اذا ما لك حق ما تاخذ. جايني عند البيت، ابي امرك اللي قلت عليه، ابي امرك، ابي الامر اللي قلت عليه. عطني اثباتك، شلون تضرب؟ عطني اثباتك، والله عطني اثباتك، طالعني، حطك بعيني، حط عيني بعيني. شوف شوف اسمي، ايه رسمي، والله تضرني وانا عادي من طير عيني. عطني اشوفك، عطني الامر اللي قلت عليه، اترك الامر، انت انزل جاي وياها. عطني اثباتك، عطني اثباتك، والله ضرني، والله ضرني، والله ما تقدر. عطني اثباتك زين، عند بيتي وتضرني. عطني اثباتك، احنا داشين بيتك في الشارع هذا، شكو بيتك. يا ولد روح، لا تسيبني فيه، روح روح كبرك انا، روح 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 عند بيتي. جايني انت، جايني عند بيتي الحين جاني. خلاص لا ابي الامر، انت قلت ابي الامر. دقيقه، ابي الامر، ابي الامر، تعطيني اثباتك، ابي الامر، تعطيني اثباتك، ابي الامر، تعطيني اثباتك، كله ابي الامر، اترك الامر، تعطيني اثباتك، ابي الامر. انا بسالك سؤال، انا بسالك سؤال، انا امر الضابط، انا امر الضابط، جاني عند البيت عيب والله. انا مسجل قضيه، انا مسجل قضيه، وبشوف بشوف اللي تقول انا ولا انا. انت تدش وياها، تدش وتشيل اغراض، بمر منو؟ بمر منو؟ بمر منو؟ مو تقول دشيت عندك امر نيابه؟ جايني برا التليفون، تبيني شيء؟ تعال الديوانيه، تعرفني؟ تتهمني التعاطي؟ تتهمني؟ راح اهين كرام، تهين كرامتي؟ راح اهين كرام، راح اهين كرام، راح اهين كرام، تهين كرامتي؟ يلا هذا ها ها ها، شوفه شوفوا يا جماعه شلون يقول لي اهين كرامتك عند بيتي. شوف هذا رقم الدوري حجي، شوف ويقول لي عندي امر تصريح، داش داخل بيتي يشيل الاغراض. شوفوا الداخليه، شوف هذا يقول اهين كرامتك عند البيت، ما يرد على النجمه. ها شوفوا شباب، يلا هذا شباب يجي عند البيت يقول لي اهين كرامتك. Hold me.
بيدي وحاسب روحي. أعزائي المشاهدين، شاهدنا هذا التقرير عن اللي حصل بين مع المواطن علي المطيري واحد أفراد رجال الداخلية لمعرفة الحقيقة وما جرى. معنا الطرف الأول الأستاذ علي المطيري، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا هلا والله. احنا على أساس الوقت نبي باختصار شو اللي صار معاك حول هذا، حول يعني اللي قمت بتسجيله. يعني مثل ما قلت لك من أول شيء، دقت علي الوالدة طال عمرك، كنت بدوانية، قالت لي تعال في شرطة داخل البيت جاي شيل الأغراض. استغربت. على قضية شخصية يعني؟ ما شخصية اي، بيني وبين شخصية اي. مثل ما قلت لك، أول ما وصلت تفاجأت أن الضابط برتبة ملازم مع العسكري قاعد يشيل الأغراض، قاعد يحط بالسيارة. دشوا البيت؟ داش بالحوش. بالحوش؟ بالحوش. بدون أمر من النيابة العامة؟ قلت له لو سمحت أبي أمرك. سلام سلام، أبي أمرك الطيب. يقولي تعال شوي، يسحبني برا مثل ما شفت بالتقرير اللي بسيدي. إيش رأيك يا ابن الحلال؟ ولا تبيني أهين كرامتك؟ أنت فاهم ولا أهين كرامتك باللفظ؟ وأنت ما حاولت تعد عليهم ولا أي شيء؟ الحمد لله. تقرير واضح. كل شيء. قلت له شلون؟ شفت التقرير؟ يقول لي طبعا هذا اللي قلته من ولا شيء. اليوم كنت أربعة أيام، أخذوني بالمغفر، أربعة أيام بالمغفر ظلم، من مغفر الفردوس، مغفر العرضية، مغفر سعد العبد الله اللي هو فيه الضابط اللي إذا عند بيتي قال لي أهين كرامتك، تخيل عندي بالمغفر مكانه شو سوى فيني؟ والله شيء أقدر أطالب فيه أبي حق وزير الداخلية، وأتمنى أني أغابله عشان لو يسمع وبد أذله الشغلات اللي عندي اللي صارت معاي. تظهر الأدلة وليش اللي صار وياك بالتفصيل. ظلم يعني الشغلات اللي عند بيتي، قال لي أهين كرامتك ولا قال لي شغلات، وعلى شنو؟ على قضية شخصية. شخصية. وصلت الرسالة. أنا شاكر لك أستاذ علي على شجاعتك وعلى ظهورك. كل المطلوب أن أستاذ علي المطيري المواطن الكويتي يبي مقابلة وزير الداخلية، لن يحاول أن يقابله، يشرح له التفاصيل التي لم نقلها حفاظا على كرامات الناس، وأيضا نبي نعرف الحقيقة. هذا التقرير عرضناه قدامكم أعزائي المشاهدين، ومنا إلى معالي وزير الداخلية أستاذ علي المطيري.